راحتك راحنا لكن دابا انا هنا في العربيه ديال زعير في يعني ما بعيداش من الرباط 60 كيلومتر. انا فرحانه بزاف نكون دابا هنا في السوق الاسبوعي مولاي ادريس اغبال. شنو السوق الاسبوعي مولاي ادريس اغبال؟ مولاي ادريس اغبال. انا فرحانه وانا التقيت مع الاشخاص مثير للاهتمام يعني وانا فرحانه بزاف وصافي هادشي اللي كاين. السلام عليكم، اسمي تيرلان، انا ساكنه في النمسا، قريت الدارجة ومن قبل العربيه الفصحى، وعندي 35 عام. من قبل انا قريت العلوم السياسيه، ومن بعد بديت قريت اللغه العربيه الفصحى في جامعه وفي الكلية للاستشراق. أنا ولدت في الأذربيجان ولكن أنا جيت إلى النمسا عندما كنت عندي 5 سنوات وأنا كبرت تما. وسميتك شنو؟ سوري رابح ما تشرفين لالا. عندي بعد سؤال، أنا بغيت نتعلم الدارجة ديالكم اللهجة ديال العربية يعني وبريد كندير التسجيل معك، واش انت موافقه انا كندير هذا التسجيل غير الصوت واخا؟ اوكي. في بدايه انا بريد ادرس اللغه التركيه لان هذا قريب الى اللغه الام، ولكن في بدايه انا بدات أن أدرس اللغة العربية، وبالنسبة لي كانت مثيرة للاهتمام كيفاش يبنى المفردات يعني النظام الجذري مثلاً. أنا زرت المغرب قبل 10 سنوات المرة الأولى، لأن أنا قلت لك أنا درست العربية فصحى وأنا بغيت نزور البلد العربي، ولكن أنا ما عرفتش في أي بلد، ومن أول كانت المغرب ما عرفتش علاش عجبني بزاف بزاف يعني المغرب يا بنين بزاف كويس أنا كنت هنا، ومن بعد كان عندنا الدرس في كلية ديالنا والأستاذة هي كانت من سلا، وبديت تعلم الدارجة معها، ومن بعد سليت، ولكن ما كانش الخدمة وداك الشيء، وأنا خدمت في مجال في مجال أخرى، ولكن بعد سنتين تقريبا الأستاذ ديالي حصل على المهنة وعنده المشروع كبير، وكانت تم البوزيشن ديال يعني المغرب، وهو سألت ليا واش بريتي ديري الدكتوراه معنا، وانا قلت طبعا بغيت نزور المغرب والتخصص في اللغه ديالها. و جبني الحال مزيان بزاف صح، الحال ماشي لا الحال كلشي 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 الحال عندي. هذه شنو سميتها؟ هذه بردعه هاك بردعه، ولكن احيانا انا فهمت لا ماشي برد، برد عطول في النهاية. الشا قولي الشا قولي الشا قولي الشا الحمار الشا الشا هي أغير الشا يلا أرضي يلا
الجزائر. حاول ان اشرح علاش الجزائر في يعني في البلدان العربيه الاخرى الناس يتكلمون دائما ديما باللهجه ديال العاصمه ديالهم، مثلا في بغداد او في القاهره او دمشق، ولكن في المغرب مختلفه، وكاين الدارجه عامه يعني، وما نعرفتش من شخص من اي منطقه من المغرب. وانا كنت فكرت الجزائر يعني اللهجه العربيه عندها يعني الاثار كبير للهجه الدارجه العامه، ومن بعد انا فكرت ضروري ان كنقرا الدارجه من ديال العربيه، اللي انا كاين الدراسات عن الدارجه، ولكن خصوصا الدارجه من المدن او في الشمال يعني من طنجة والشفشاون ومراكش، ولكن ما كاينش شي دراسات عن اللهجات العربيه. يعني انا سمعت ثلاثه كتاس، منين الاسم ديال الجزائر، منين جاء اسم ديال الجزائر؟ الاولى كانت يعني الجزائر هذا شنو كيقولوا لبهيم يعني بحال سير. والقصة الثانية هذا كنت من شحال هذه يعني الشخص عنده العينين خضرين والشعر زعر يعني مش كحل أو بني يعني. والقصة الثالثة هذا كانت جوج خوت من سلا من سحول، وواحد منه بقى في سلا، والخور جاء شوية إلى العربية يعني زعر، وهو بقى تمة وبسببها كتسمى الأرض يعني زائر. من قبل كنت البحث عن زائر من شخص يسمى كيسميو فيكتوريان لوبيناك، ولكن هو خدم في إدارة فرنسوية عند الاستعمار. وبالنسبة لي المعلومات ديالو ما عرفتش هو بالضبط هكا أو لا، وهذا كانت البهدة الواحدة عن الجزائر. وهو ما كملشها، ولكن هو مات من قبل، ولكن عندي الكتاب ديالو. انت ان شاء الله، ولكن انا بغيت نديرو احسن منه. في الجزائر انا زرت المره الاولى انا كنت في العين عوضة، وزرت المره كبيره، وهذا كانت المره الاولى قبل عامين. ومن بعد انا جيت البنت ورجل ديالها هو بيطري في ديك المنطقه، ومعهم انا زرت بزاف في المكان، تما يعني روماني، زهيليغا، بريشوا، مرشوش. انا ما عايشت معاهم بالصح يعني لي شهور او داكشي، ولكن انا بقيت بعد الايام يعني. مثلا انا كنت مع مريم في قريب الروماني، وبقينا ثلاث ايام، وانا كنت في روماني اسبوع او ذاك الشيء في السوق. انا كنت في السوق. السيبه كاينه هنا، كاين البقر، كاين الغنم، ماعز. وانا سمعت ان مثموره، اشنا هو المثموره؟ مثموره ما بقاش دابا، كانت في ايام زمان كانت في الارض واحد 10 متر 15 متر، وكيديروا فيها الحبوب وكيسدوها وكتبقى تما كاينه، وخا تبقى 3 سنين 4 سنين، دابا ما بقاش. دابا دابا شنو كاين دابا؟ دابا كاين على المكازا فوق. المكازا شنو؟ اشنا هو؟ المكازا كنديروا فيها الزرع. اها. الناس كيعيشوا حياه
بسيطة، ورغم أنها عندهم الكرامة وكلهم مضيفين بزاف، وأنا يعني أنا تعلمت بزاف عن الحياة في العربية وفي أنا تعلمت بزاف على كلمات في فلاحة وهذاك الشيء والقصيبة والبهيم. مثلا من قبل انا ما عرفت اشنو هو الجوجة، مثلا الجوجة هذا الخرط مثلا، او كيفاش كتزرعوا القمح والفرينة، اشنو كديروا معهم، او مثلا المطامر، اشنو هو المطامر ما عرفتش من قبل، وشنو اخر شنو تعلمت، او كيفاش الاسم ديال بحيم الناجة والغنم غنم، او في العربية يعني الجزائر مشهورة بشوا، وانا ديما انا اما انا تما انا ناكلوا الشوا، ولكن كاينه بزاف ديال بزاف الماكلة يعني الفواكه و كل شيء كاين. قلت لك دوري تيحرصوا على البهايم وتيجيب الله الرزق، تيحصدوه بالمنجل وينقلوه بالبهايم ويدرسوه على البهايم يوصل. ودابا دروكا دابا ولا واللي عنده الحديد راه تيضرب بالحديد، اللي ما عنده حديد تيكري صافي. واش كاين الفلاحه هنايا؟ الفلاحه فلاحه ناقصه هالعام. علاش؟ ما كاينش الشتاء، كاين البلاصه اللي ما ناضش فيها كاع. وبكري اشنو كنت في فلاحة هنايا؟ بكري كنت في فلاحة بالبهايم، وكان الخير موجود، كان السمن موجود، كان اللبن موجود، كان اي حاجة كانت موجودة. ودابا؟ دابا القضية نقصت، ولا العلف غالي، كل شيء ولا غالي، كل شيء ولا غالي، كل شيء ولا غالي يعني. دروكا كل شيء غالي يعني الحمد لله، وكاك الناس راه غادا هذا تي ينوب الله. وصلنا تما وكانت بزاف تاع الناس تما، ولكن كلهم كنت في يعني كنت مشروع في خدمة ديالهم، وأنا وهنا شربنا أتاي وفطرت شوية ديال الحوت مقلي، وكنت بزاف ديال الناس وحضرت معهم أن الحياة وكيفاش داز كيفاش دازت العام وكيفاش الحال والشتاء، يعني هذا مهم. ومن بعد زرت واحد العدوزة وحضرت معها عن كيفاش كانت الحياة بكري وكيفاش دابا وكيفاش الفلاحة. الأسبوع اللي فات كنا في شوية على الحدود اللي رحمنا في دور صغير بزاف، كاين بعض الديور ديور يعني ما عرفتش 10 ديور او داكشي، والدور سميتو بني مصنعوي، وزرت الناس وانا نزورهم كل عام ونعرفهم، هذا بحال عائله تما. بقيت معانا 3 ايام وحضرت عن ال 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 الاشياء خاصه شويه، عن مثلا البريبوزيسيون لي ادفيرب وي كاين الفرق، كاين الفرق بالنسبه لي مثلا الفرق في تعبيه، عندهم الفلاحه اخرى ولكن الارض مختلفه، تما مثلا تما الارض حمر، السوق الأسبوعي مختلف شوية، وفي زائر مختلفة، حتى في زائر مختلفة كاين أكثر زراعة وقلم، وتم كاين زراعة أخرى يعني، ولكن كلهم ضريفين بزاف، وفي هذا الشيء ما كاينش الفرق في ذاك الشيء. في المغرب مثلا أنا كنت في المغرب من قبل البحث ديالي، وزرت البلايس السياحية، أنا كنت في رباط، طنجة، شفشاون، مراكش، ولكن
في عمري كنت في العربية. وبالنسبة لي هذا المكان جميل جدا، ومرحبا بأي شخص يزور العربية ديال الجزائر مثلا أو الشاوية. وكاين بزاف الأشياء والتعبية زوينة. بنادم صحيح، كان بنادم تياكل الفيسة بالصح، حليب بالصح، البيض بالصح. وشنو كديروا في الرفيسة؟ ها نديروا فيها الحلبة والدجاج البلدي، يوصل الزيت البلدي، السمن البلدي. دابا ما بقاش داك الشيء. علاش ما بدا ما بقاش؟ ايوا بقاو دابا ما كاين حتى شي حاجه، ولا تتولد في السبيطار عبدالوم. بالنسبة لي حتى دابا صعبة، اللغة درجة صعبة ليا، ولكن دابا كنفهم كثير. وتعلمت بزاف عن الثقافة والحياة اليومية عن الناس في الجزائر، ولكن كاين بزاف المفردات أو كلمات اللي ضروري نتعلمها. في البداية يعني عندما كنت في الكلية الأستاذ ديالي قال لي كاين بزاف ديال اللهجات في البلدان العربية، والأصعب هذا اللهجة المغربية. وأنا فكرت أوكي واخا غادي نتعلمها، لأن الأخرى أنا نتعلمها من بعد، وهو أقرب إلى مثلا إلى العربية فصحى وذاك الشيء. وبسببها أنا بديت نتعلم الدارجة. في المغرب كل شيء كاين، كل شيء يعني كاين البحر، وكاين الثقافة والتعبية، الجبال، الصحراء، ويعني يمكن أن نزور كل مكان. وكاين شنو بغيتي، وخصوصا المقلة طبعا. أنا كان بغي بزاف الدارج الطاجين بالدجاج، وحتى السفنج. أنا كان ناكل السفنج كله يوميا يعني، ولكن هذا أحيانا هذا مشكلة شوية، ولكن أنا مكبره ديما شوية بعد الرحلة في المغرب. أنا بغيت يعني أنا بغيت نخدم في جامعة وتخصص في اللهجات ديال المغرب وحتى في الثقافة، وإن شاء الله أريد أن أكتشف اللهجات الأخرى في المغرب. كاين بزاف خدمة هنا مثلا حتى في الجنوب أو حتى في العربية ديال في الشمال يعني في جبالي. أريد نقلب أشنا الفرق بين الحسنية في موريتانيا وأحسنية في جنوب المغرب، و داكشي، ولكن مع سارة إن شاء الله. إما عندي الإمكان إن شاء الله نجي للمغرب وبريت نساكن هنا. كيديروا عن تير والطعام والمرقه وصافي. شحال غرام كنتي شطحو؟ هاي هما مجموعه من الشباب عندهم طريجه وعندهم طاره وعندهم كمانجه والمقص تيديروا الميزان ديال الشطيح تيشطحو. اوكي شكرا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد،
ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.